جاك مضول له مصيبة ومسكر الشارع تبقى اسرع اول مرة تشلل حرام. يوم شفت شنو شريتلكم وتستاهلون. يوم شفت شنو جواتي الوصف انت يوم شفت جواتي تذكرتنا يا ابو راشد. هذا ما يصلح. ليه انا لا دائماكم تحبون تحبوا ايش اي لا بس صيغتك هذا لون صيغتك مو زينه بيج وانت بنفسجي لون بنفسجي اعرف تحب اللون الغريب زين ايش وانك مو حاطه فاتوره فيها عارفك انت فاتوره موجود بالله يعني انا 70 الواحد 144 لا انت راجل مرحبا الجلده من شعرك ما ادري شعره من جلدك خنزير لا تكره يا ابو راشد تكره الله يجزاك خير في ثقه بالنفس تعجب ثقتك بالنفس لا نشوف ذوقه شوف ذوقك شارين ذوق زين هذا حق منه شوف احب الالوان الغريبه هذا شنو اي والله يلا صارت دعايه يلا نشوف ها شنو انا احب الالوان هذه الله يسامحك احب الالوان الغريبه دائما هذا شنو اللون الداكن الداكن انا ترى بشت العرس اشقر نفس نفس اللون والله قطعت يدي اخو العيال اخو هاي عين 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 ثاني حصل لنا بشت اخوك اعطيك لينكس اعطيك لينكس ها وين اجيب اعطيك لينكس لا غطه في الشاي في الشاي ايش ما والله لا تستحي يلا نفهم عشان غادي دمي هي غطره عتيبي خلاص هذه عليك مو بلك يا الغبي والله العظيم اخذ ايش ما لا ثوب ابيض يا مرحبا اكره حل ثوب يا حبايب قلبي اصدقائي يعني يوم شفت الجواتي تذكرتنا نعم الله لا يعزك الله لا يعزك من الجواتي اللي شريتها شوف ربي شوف لاني تكميم زينه اللي وانا زين والله انت عرضه عرضتكم مخ يلا يلا الله يحفظك محمد مو بناقصك على الشواهين والشمبر ولا الطير اي في هديه طير لك زي اليوم ابغى اسلمها لك ابي ردها حرام اني صادق مكلمني رجال البارحه وعنده طير واليوم نبغى نجيك زي ونعطيك الطير قول بيض الله وجهك ومقبول وموفر فما الله لانه بيموت كذا. الطير شهر بيموت يلا حبيبي طير بيموت يعني بسكر وبقول لك بعطيك عنوان بيتنا لا محمد شوف اقول لا واشر راسي كذا جيبه بس جيبه سكرت الشارع محمد جيبه مبي ولد ها هذه دي تامري وين جيران من انت يا حسام تلحق على بيتي ولد احمد ليه؟ قطعي يا جو. جو ايش؟ انت غايب عشان تلعب؟ لا نتدرب على سامي احنا نلعب. والله على سامي احنا شيلوك. صح عليه ندرب عشان شغل. جانو كسران. ها؟ كسران ها؟ شغل. عرش عرش. شغل. شغل. سلم سلم. والله لك ابو. مرحبا ابو تركي. صح هذا بعد هذا ما يمشي عليك. شغل. جزا الله ان العب بولدي كان متفوق وليش غايب اليوم؟ عشان سامي حق عيش معود ليش؟ اخر شو سويت؟ لا ما عاد في شيلة ما فيها شيء فضحتونا جيرانكم عيب عليك ولا مو بعيب؟ والله العظيم
شنو فراد؟ مسكرين على كل شيء. وانا جاي دريشه مفتوحه. ايه فراد وقف سنة انا هلا سلام مني على اللي يستحق السلام. حلوه والله اختيار. نسينا الدريش، نسينا كل شيء. اول مره يلا والله حلو. مالك شيلة خلاص خلي كنسل شيلة وكلماتي بلا كلماتي عادي عادي خلها بعدين لعبة هي. لا مو لعبة بس السامري يغلب كذا السامري. لا 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 انت مو دشيت استانس لعب. ايوه استانس اغنية بعد اختيار. لا بس السامري ما يصلح يهبل يهبل فينا ما يصلح. اي احلى شيء احنا نبي نهبل. الهبال خاصين منه بس عاد والله انها اغنيه حلوه. ما خاص كنسل شيلة. نبي شبح بيشه والله نبي تلفون جيبه بالعرس. والله العظيم جينا بالعرس. اللي يقول شنو هذا؟ هذا واحد يقحص. لا كذا ما كنت هذا سكان انا كذا طيران طيران طار طار عشان تطير ولا توقع. لا طقه والطار بتطير انت ولا توقع والله لا والله فكره حلوه السامري تصدق. والله انا اخر اليسار والشيبان بس كنت خاص نبي سامري تكفى والله شا والله العظيم والله ايه ليش هذا المعرس صاروا هذول المعرس ما تعيش اقصى تخلي الواحد يروح فوقي. انا جاني شيء هني خلاني مثل هاي. لا لا ما في لا والله تحلف والله ما في الا العافيه والله. جيران هذه جيران الولد طلع فيه جيران ردوه والله العظيم تلقى مطوع. وبعدين جبت لكم هذا الذيب السامري. ارحب ايش اسمه؟ ذيب السامري. فراد انا خايف بس معاه اقسم بالله ما يلعب سامري والله. ارحب ارحب ما ادري شنو والله يعرف سامري. تعال تعال ابيك ابيك تعال تا تا تعرف للسامري لا تشغل. تعرف للسامري؟ اي والله عارف. ما عمري شفتك تلعب سامري. والله لما اروح المدرسه الصبح اشغل سامري حد لا سوق الهواء حبيبي والله شغل شغل الصبح شغلون فيروز وخر منه ابوي وخر منه وخر منه لا يسوي لك شيء وخر. Yeah.
شنو يا اخي شنو؟ علي الطاولة تاخذ الساعة اخذها علي الطاولة وتجي ليه؟ اقول هذا مجملة بس ما تعطي ساعة ابو دينارين لا تستاهل والله يا ابو ناصر ذيب السامري تستاهلها ها سكرتها ما يمدي ما سكرتها شلون؟ قلت ما سكرتها ايش فيك انت؟ ليش بخول طفيتها؟ اي بالله لا تشغله شلون مشغله؟ سكرت البوب شوف اخوي ليش شيء شنو خالد شنو جبت لك؟ كركديه الاحمر الاحمر اللي انت معطيني اياه ايه تلقاه عند خالد وين؟ حاضرين وباركين ومشاركين ومشاركين اهم شيء مشاركين مرحبا الله حيه اخذ بطاقته لاني حضر العرس قبل الزحمة خيطوا عند خياط بكرة تستلم ثيابك بعد بكرة جايينكم مرحبا 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 ما لبست انت ما شاء الله تبارك الرحمن مهرس 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 لا ما خلها بدون العرس شوف المخفي لا شوف والله شوف المخفي شوف الغول شوف الغول شوف الكتوف شغل الماني والله العظيم رسمه دقيقة مالك راح أمسوي والله العظيم إنها رسمة. أو بس بلا كرصات. إيه عاد تضي قلت له شيء هذا عاد. أما شغل طلبه. شوف شوف شوف, شوف, شوف المخبر شوف المخبر شوف. شغل الماني. يا جماعة. أسواق المانية. شوف شوف التفاصيل. 5 ستار والله يا أبو فهد الله يبارك لك. يا سلام يا سلام يا سلام. وقف. شوف المخفي. شوف مسموت سمت. بعض الخياطين يجيك من هني ها ويجيك الغولة كذا شوف هذا شلون شوف اكتاف انزل والله العظيم مرسوم رسم اما عاد القبلة كلها ابو فهد والله انه سكب عليك ما شاء الله تبارك الرحمن بس في شغلات على الطريق هذا عاد شيء شغله سكبه انت ما ادري شلون تدخل ايدينك يا اخي ضيق ثوبك كذا وين لا شغل موقع خياط بكره في المهبوله بجانب كباب الغدير على الطريق الساحلي مقابل فرايديز واضح واضح هذا هو الخياط في عرس معاذ ولد خالد يوم الثلاثاء 26 11 مرحبا بس 56 قعود 44
مرحبا 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 زين الجهاز مرحبا خلي عزم خلي عزم عزم الرياجيل مرحبا مرحبا في عزم معاذ ولد خالي يوم الثلاثاء 26/11 مرحبا ومسهلا يا عمي جيب الجهاز وعشاكم 56 قعود صح؟ صح 56 قعود و44 طلي مرحبا ومسهلا والحاضر يعلم الغايب استلمت استلمت يلا يلا عط عط مرحبا خليني اعزم يلا للصالون حلاق 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 تعال اركب عرس اخوي انا ما عزمتك اركب 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 في فعاليات في شيء اقول لك في كل شيء شنو خليني اعزمهم في سامري وكل شيء انزل 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 اركب اركب انا اقول انزل اركب خليني اعزمهم اركب اركب في سامري وكل شيء تعال مرحبا ومسهلا بالرقة في الساعة هذا قاعد شنو قاعد شنو المسيلة المسيلة مرحبا بيجي اعزم هذا اللي حلك يلا يلا بيض الله وجهك امشي امشي يا ولد يلا ابشر ابشر امشي يا ولد زين عشرة و